فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. جعل الله سبحانه وتعالى بلاء أمة الإسلام في آخرها أكثر من أولها، وجعل سبحانه وتعالى المحن تطهيرا للأمة وإصلاحا لها، عسى ربكم أن يرحمكم. والصراع الذي يجري بينها وبين أعدائها صراع حضاري في المقام الأول قبل أن يكون عسكريا أو اقتصاديا، لذلك لا بد أن نهتم ببناء الفرد وتنشئته، ذلك أن المعركة التربوية التي تدور بين أهل الإسلام وبين أعدائهم الذين يريدون أن يدمروا بناء الفرد والأسرة والمجتمع، هذه المعركة التربوية هي الأساس لما بعدها. فإذا انتصرنا فيها بالحفاظ، فإذا انتصرنا في هذه المعركة التربوية بالحفاظ على هويتنا وكيفية تنشئة أبنائنا، فإن ذلك يجعل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يجعل الله عز وجل به للأمة فرجا من ضيقها، يجعل ثروتها البشرية سببا لعلوها وازدهارها وانتصارها، بدلا من أن يصبح الناس عالة على بلدهم وأمتهم. لا شك أن بناء الإنسان هو أصعب البناء وأيسره كذلك إذا وفر الجو الصحيح للتربية، وأصل ذلك بناء الأسرة المسلمة التي تحتضن هؤلاء الأبناء وتنشئهم النشأة الإيمانية الصحيحة. لذلك بني النظام الاجتماعي في الإسلام على الأسرة، وبني على علاقة سوية بين الرجل والمرأة في ظل هذه الأسرة، فلا غرابة أن نجد الاهتمام البالغ من أعداء الأمة بهدم بناء هذه الأسرة وتقطيع الأواصر بين أفرادها.
إما بطرق الكسب التي تجعل الزوج يغيب عن زوجته بالسنوات ويغيب عن أولاده كذلك، وكذلك في كل يوم عندما يزيد وقت العمل على وقت العبادة والتربية والتوجيه، عندما يصير المنزل في النهاية مأوى يأكل فيه الإنسان وينام وينصرف بعد ذلك مستمرا على نفس الطريق، لا يلد فرصة لجلسة تربوية إيمانية ولا وقتا للتوجيه والإصلاح، فلذلك يفقد السكن، وبالتالي تفقد تبعا له أجزاء كثيرة من المودة والرحمة. إذا أضفنا إلى ذلك الأوقات التي تهدر بلا ثمن فيما يسمى بالتواصل الاجتماعي الذي هو في الحقيقة تقاطع ومدابرة، إذ يعكف كل واحد منهم على هاتفه المحمول لينظر في الصفحات، صفحات الفيس والواتس وغير ذلك مما يغيبه عن العلاقة داخل الأسرة، فتحصل بدلا من العلاقات السوية المستقرة أنواع النزاعات والخلافات حتى بين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه والأب وابنته، والأم وابنها والأم وابنتها. فتخيل ماذا تكون العلاقات إذن مع الجيران والزملاء إلا أنواع الصراع التي يترتب عليها من أنواع الاستفزاز والمقاطعة والاستقطاب داخل المجتمع، مما يهدد المجتمع مع كل أزمة تصيبه، مع كل أزمة تصيبه بالانفجار، إذ لا يعبأ أحد بمصلحة أحد ولا ينظر أحد في مصلحة بلاده وأمته. أصل ذلك كله من تدمير العلاقات الأسرية التي يترتب على إقامتها ثبات هائل للمجتمع، عندما تحل ما علاقات الود وعلاقات الرحمة في قلب الإنسان محل التقاطع والتدابر والقسوة والغلظة، عندها يكون المجتمع كالجبال التي لا تهزها الصدمات. عندما تحدث أزمات اقتصادية أو أمنية أو عسكرية حتى في أدق الأحوال، تكون الأسرة بعلاقاتها المتميزة جبلا وحصنا حصينا لا تؤثر فيه هذه الصدمات. جعل الله عز وجل تكوين الأسرة المسلمة أمرا متعبدا به، وليس فقط لقضاء وطر الشهوة الجنسية، إنها إضافة إلى قضاء الحاجة الإنسانية الطبيعية الفطرية التي فطر الله الناس على الاحتياج إليها، حاجة الرجل إلى المرأة والذكر إلى الأنثى، إنها أساس البناء الاجتماعي. انظروا إلى ما حولنا من المجتمعات الأخرى ذات الحضارات الأخرى التي تخلت عن نمط الأسرة. إن أبناء أوروبا أكثر من 80% في معظم بلادهم يولدون لآباء وأمهات غير متزوجين، فهم نشأوا في الحرام والعياذ بالله، ثم سرعان ما يرغب الرجل عن تلك المرأة التي عاش معها لحظات كما تعيش كثير من الحيوانات ذكورها مع إناثها، ثم ينصرف كل منهم لحاله، وتتحمل الأم وحدها عبء تربية الصغار. هكذا تكون المجتمعات الغربية، ومن المجتمعات المدمرة أسريا في ذلك المنسوبين إلى الإسلام مجتمع الرافضة الذين يشرعون زواج المتعة
الذي كان مرحلة مؤقتة نسخت نسخا أبديا، وحرمت المتعة تحريما أبديا، ذلك لأن بناء الأسرة لا يستقر مع التأقيت، خصوصا مع التأقيت الوجيز الذي غرضه قضاء الحاجة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. في المواطن المختلفة لم يذكر الله سبحانه وتعالى الحاجة الجنسية، إنما ذكر الحاجة القلبية الروحية للإنسان بالسكينة. لو تأملنا ما يحدث في أسرنا ومجتمعاتنا في قضية العلاقات الأسرية علمنا لماذا تنشأ القسوة في معاملات أبناء مجتمعنا. لماذا يحدث القلق والاضطراب؟ لماذا تحدث النزعات التخريبية والتدميرية لدى الكثيرين؟ لماذا تحدث رغبات القتل ورغبات استعمال السلاح لأبناء المجتمع الذي نعيش فيه مع أنفسهم لا مع أعدائهم؟ إن ذلك سببه فقدان السكينة. وجعل لتسكنوا إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هناك حاجة للسكينة للطمأنينة، أساس العلاقة الأسرية المستقرة. لا بد وأن نحافظ على استقرار البيت. كثير منا تبدأ علاقته بزوجه مع أفراح وسرور، ولكنه سرعان ما يفتقد السكينة. عند أول مشكلة يحدث نوع من الاضطراب، يحدث نوع من رفع الصوت، ونوع من سرعة الغضب، ونوع من استعمال الغلظة والشدة والإيذاء والضرر الذي يستقر في النفس. رغم أن الشرع حدد كيف تعالج المشاكل في جو السكينة، وخصوصا إذا وجد الأبناء النزاع بين الأبوين يصل إلى رفع الصوت والحدة في الكلام، وإذا وصل إلى الاشتباك والأذية والضرب المبرح. حتى ولو كان هناك ضرب غير مبرح فلا بد وأن يكون بعيدا عن أعين الأولاد، وليغلق الأبوان على أنفسهما بابا يبدأان بالحوار، والرجل مأمور بذلك. والتي قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى: فالصالحات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا كيفية المعالجة دون لجوء إلى الإضرار. فالإسلام نهى عن الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإنما التوجيه بالوعظ والتذكير ثم الهجران ثم الضرب غير المبرح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيده: فلا نرد الصور التي نراها في حياتنا عندما يصل الضرب أحيانا إلى كسر العظام أو إلى شق الجلود وإحداث الجروح أو إلى ترك الأثر.
فإن ذلك كله ليس بمشروع، بل هو منهي عنه بلا شك. وكذلك شدة الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فإذا استحكمت الأزمة فهناك المعالجة من خلال العقلاء والحكماء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا بد وأن يكونا صالحين للحكم. ولذا كانت صفات العدالة والأمانة ضرورة في الحكمين مع فقه وعلم، وليس مجرد كبر في السن دون علم بالشرع وحدوده. إذا وصل الأمر إلى نهاية حتمية رأى الحكمان المصلحة وقضيا بها، بدلا من أن يرى الأبناء على الدوام والديهما في نزاع مستمر ورفع للصوت وضرب واشتباك. كل ذلك يؤثر على بناء الإنسان. الله سبحانه وتعالى أمر بالزواج حفظا للعفة، لكي يكون الاستقرار داخل البيت مبنيا على جاذبية للبيت وليس جاذبية طاردة تدفع الرجل للخروج خارج المنزل. إن ذلك من الخطر العظيم. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يردون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالعفة أساس بناء هذا البيت المسلم، ولذلك يحرص المرء عليه ويحرص على بنائه، ويرفض أن يجد وسيلة للترفيه عن نفسه ولقضاء وطره خارج بيته الذي بني على العفة. لذلك لا بد وأن يكون هناك اتفاق على رعاية الحقوق من كل الجانبين، من أجل أن يبقى البيت المسلم جاذبا للطرفين. فالمرأة أصل إقامتها في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهي عندما تظل في بيتها ترعى هذا البيت، وترعى أبناءها، وترعى زوجها، فإن ذلك يجعل البيت مقدمة لسعادة مستمرة بإذن الله تبارك وتعالى. والأصل في بناء الحقوق على المساواة مع وجود الدرجة للرجال. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والاستثناء بالخروج عند الحاجة للمرأة، وإلا فالأصل بقاؤها. ليس كما يذكر أعداء الأمة أنها لا بد أن تخرج. لو نظرتم ما يريدون أن يدمروا به البيت المسلم والأسرة المسلمة فيما يسمونه انتفاضة المرأة في الوطن العربي، أو الفاعليات المختلفة لكي لا تسامحي ولا تبرري ولا تقبلي القوامة والتبعية. هناك محاضرات وفاعليات تحت الرعاية الغربية من خلال ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني تناقش قضية القوامة على أنها من العصور المتخلفة، وعلى أنها لا بد وأن ترفض وتهمل. الله عز وجل نص في كتابه عليها وهم يرفضونها. لكن لا بد من مراعاة الأصل، وهو أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فليست أمة عندك، لست تملك القوامة إلا لمراعاة شأن الأسرة ولمراعاة المصلحة فيها، ولا يجوز لك أن تتعسف في استعمال الحق. كما أنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، فإن ذلك يكون بالمعروف ولا يكون بإساءة استعمال الحق ولا يكون بالتعسف.
يأمر أمرا مجردا، مثل أن يمنعها من أهلها أو يمنع أهلها منها فيأمر بقطيعة الأرحام ويقول أنا حر فيما أرى، ويكون أيسر شيء عليه المنع من الصلة التي تدل على خلل في نفسه، وتربي الأولاد هذه المقاطعة على خلل في أنفسهم. وكم من آباء وأمهات يشجعون أبناءهم على القطيعة ويأمرونهم بذلك، فيقولون له لو كلمت، تقول الأم مثلا لو كلمت أعمامك فأنت لست ابني ولا أعرفك، ويقول الأب كذلك في حق أخواله، مع أن الصهر الذي جعل بينهم هو تأكيد لأواصر الارتباط الوثيق بين أفراد المجتمع، وأسوة حسنة للأولاد في كيفية بر كلا الطرفين وكلا الأسرتين. فلا بد أن نعلم أن الأصل هو المساواة، وقوامة الرجل هي لإصلاح الأسرة، ولا بد أن لا يستعمل حقوقا في غير وضعها، أو أن يتحكم بمجرد هواه، هو مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول أيها الزوج عن الرعية التي استرعاك الله من الزوجة ومن الأولاد كذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك راعية في بيت زوجها، والولد راع في مال أبيه، حتى العبد راع في مال سيده، والرجل مسؤول عن أهله يرعاهم ويؤدبهم ويربيهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم، أدبوهم. وهذا الأمر كما ذكرنا لا بد أن يستعمل حسب المصلحة، وبالمقدار الذي يؤدي إلى الإصلاح والنماء، لا إلى القطع ولا إلى الفساد ولا إلى أن تنشأ أجيال على القسوة والغلظة، إنما تنشأ على السكينة والمودة والرحمة. الحب بين أفراد الأسرة هو أساس بناء هذه الأسرة، ولذا كان الظفر بذات الدين هو الأصل في بنائها، والبعد عن غير ذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالترغيب في ذات الدين، ولذا كره الصحابة رضي الله عنهم زواج الكتابية مع إباحة زواجها، لأنه مأمور ببغض دينها وبغضها على دينها، مع كونه مأمور بحسن العشرة، وأكثر الناس لا يحسن هذا التوازن. والأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة هو العشرة بالمعروف والصبر على الهفوات والزلات رغم حدوث ما قد يكرهه الإنسان. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا بد من مراعاة ذلك، وأن لا يقف الرجل للمرأة على زلة أو هفوة، فإن ذلك ينافي الطبيعة التي فطرت عليها المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فهذا حث على أن يصبر على الزلات والهفوات، ولا يقف لها على هفوة واحدة،
يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا وقعت في خطأ، ولا بد وأن يكون مهتما في ذلك بشأن دينها، يأمرها بالصلاة ويأمرها بالصيام ويراقب سلوكها القلبي واللساني والبدني، ولا يتركها تنحرف في معاملة الآخرين وعلى رأسهم الأولاد. فكثير من الرجال يقول: التربية مسؤولية الأم. لا شك أنها مسؤولة، ولكن أنت مسؤول أيضا. قبلها لا بد من المشاركة في التربية والإصلاح والتوجيه، ولا بد أن يقدم الرفق في التعامل قبل العنف. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لتعلم أن الأب مأمور أن يأمر أولاده ذكورا وإناثا. الأمر موجه للرجال قبل النساء، والأم كذلك مأمورة تبعا. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فلابد أن تعرف التاريخ الذي تأمر فيه الصلاة. سبع سنوات هجرية، لذا تحتاج إلى أن تعرف تاريخ ميلاد أبنائك الهجري لتأمرهم بالصلاة كل يوم خمس مرات على الأقل، وتأمر الأم كذلك. ثلاث سنوات متصلة دون ضرب ودون عقوبة، ومع حرص على التوجيه لكي لا تفوت صلاة واحدة. ثم بعد ذلك عند عشر سنين إذا فرط الابن أو البنت فيكون هناك ضرب وغير مبرح أيضا، ولكن عند العاشرة لا بد من إدراك أن هناك أمورا أخرى بدأت تتكون لدى هذا الناشئ الذي يناهز البلوغ. لا بد من تربية حول العلاقات التي بين الذكور والإناث. فرقوا بينهم في المضاجع، تكونت رغبات جديدة وأصبح هناك عادات جديدة. لا بد أن تفهم الإشارة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أن تفرق في المضاجع وتترك باقي الحاجات التعليمية والتثقيفية حول ما يطرأ على هذا الإنسان من تغيرات في جسمه ورغبات في نفسه ونمو في احتياجاته. سوف يطرق بابا جديدا هو باب العلاقة الجنسية، لا بد وأن يعلمها في إطار من الشريعة، لا أن يترك لأصدقاء السوء وصديقات السوء للمواقع الإباحية الفاسدة وللأفلام والمسلسلات وسائر أنواع التوجيه المخالف لشرع الله عز وجل. كن أنت أيها الأب وأنت أيها الأم أول من تفتحون التعليم والتثقيف في هذه العلاقات. أشار الشرع إلى ذلك من سن العاشرة بمعلوم بالأمر: وفرقوا بينهم في المضاجع. نريد بناء جديدا لأسرنا، بناء جديدا قديما، أعني على ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. نريد بناء جديدا يجعل الكثافة السكانية ثروة للأمة لا عبء عليها. أناس يحتاجون إلى أكل وشرب وسكن وعمل، ليس الأمر كذلك. هم إذا كانوا على تربية صحيحة صاروا قوة للأمة بلا شك. الله عز وجل قال لبني إسرائيل في مواجهة عدوهم: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كان ذلك سببا للنصر. الكثافة السكانية عندنا سبب للانحدار. لماذا؟ لأنهم لم يتربوا في أسرة سليمة، لم تتكون العلاقات السليمة بين أفراد الأسرة جميعها. نحتاج إلى تجديد ورجوع إلى الأصل. نعمة من الله تحتاج إلى شكر.
نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وجود الأسرة وبناء المجتمع الإسلامي عليها. نسأل الله التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر النفقات من الأمور المهمة في البيت المسلم. من البداية فليعلم أن الزوج هو المسؤول عن تأسيس منزل الزوجية، وفي نفس الوقت لا تكون هناك مطالبات بالغة. المرء في الحقيقة لا يحتاج إلى ما يعد لمسكن الزوجية في زماننا، إنها نفقات هائلة تعيق أمر الزواج وتعقده تعقيدا شديدا. الرجل مسؤول عن إعداد المنزل، وهذا ضمن ما قال الله: فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمن ضمن إنفاق الأموال ما أنفق من الصداق ومن إعداد منزل الزوجية، وما ينفق على الدوام على الأسرة، رغم أن المرأة قد تكون غنية، ولكن رغم غناها هو المسؤول أن يسكن وأن ينفق. قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فليس استقرار البيت المسلم إلا بأن يكون الزوج هو الذي يوفر المسكن. إن تبرعوا بشيء من تأسيس المنزل فذلك من حسن خلقهم، ولكن لا يكون على سبيل الإلزام والاشتراط، وإنما يكون على سبيل التبرع. وفي نفس الوقت لا يكلفونه ما لا يطيق. زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس معه من الدنيا إلا إزارة، لا يجد له رداء، إنما يستر عورته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس شيئا، فعاد ولم يجد شيئا. قال: التمس شيئا ولو خاتما من حديد، فعاد ولم يجد خاتما من حديد. فقال: يا رسول الله، لكن هذا إزاري فلها نصفه. تخيل أنه يعرض نصف الإزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا. قال: تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي الرواية أخرى: اذهب فعلمها من القرآن. انظر إلى هذا الرجل الذي لا يجد إلا قوته يوما بيوم، حتى إنه عند لحظة طلب الزواج لم يكن عنده شيء على الإطلاق، ولا حتى حصيرة. لو كان يجد حصيرة لا أعطاها، لو كان يجد شيئا. يقول سهل بن سعد: والله ما له رداء، ليس عليه إلا الإزار، ليس معه رداء ولا حتى نعل ولا حتى شيء تحت الإزار من ملابس تلي الجسد مباشرة. انظر. ونحن إذا زوج الرجل ابنته اشترط كذا وكذا، والزوج يشترط كذا وكذا، فتبدأ الحياة بثقل كبير. ثم بعد ذلك يلزم الزوج النفقة المستمرة، وحرم عليه أن يمتنع عن نفقة بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فلا بد وأن تراعي أمر النفقة بالمعروف. أمر خطير يقع في المجتمع الذي نعيش فيه، عندما يحدث نزاع بين الرجل والمرأة، يكون أول شيء أن ترحل المرأة عن البيت وتذهب إلى أهلها غاضبة من زوجها، وهنا يمتنع الزوج عن النفقة عليها وعن الأولاد. لا شك أن خروجها من منزل الزوجية نشوز لا يصح، ولكن لا بد وأن يكون التعامل معها تعاملا كريما، وإسقاط حقها إذا نشزت لا يسقط حق الأولاد، فإن النفقة على الأولاد لازمة،
ولو كانت الأم متجاوزة، وإذا خرجت بحق من البيت كأن يكون قد ضربها ضربا غير ضربا مبرحة، أو ضربها على وجهها، أو أنه شتمها وسبها بما لا يجوز شرعا كالطعن في أبيها وأمها أو في عرضها وشرفها، فإن ذلك مما يبيح لها أن تخرج لعدم الاستقرار في البيت، وإن صبرت فهو خير لها. لكن لا يجوز أن يعتدي الرجل ثم بعد ذلك يقول هي ناشز، وتجد الدعاوى في المحاكم أضعافا مضاعفة بسبب تجاوز الطرفين. ولا يجوز لها أن تخرج دون سبب مما ذكرنا إلا أن يأذن الزوج، وإذا ذهبت إلى أهلها وجب عليهم أن يعلموا فورا حقيقة الأمر، ولا يصح أن يسمعوا منها فقط، فإن العاطفة لدى النساء غالبة، ولذا بما فضل الله بعضهم على بعض معناها بما فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء بكمال العقل وكمال الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر فطري وخلقي في الرجل والمرأة، فالطب الحديث يثبت أن حجم مخ المرأة أصغر من حجم مخ الرجل، وأن العاطفة لدى المرأة أكثر بكثير من تحكيم العقل. لذا كان ما شرع الله عز وجل من شهادة الرجل بشهادة امرأتين نصا في القرآن، ليس كما يحاول أعداء الأمة أن يبثوا أن ذلك إنما هو من آراء الناس أو من آراء بعض العلماء، هو نص في القرآن. قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كما ذكرنا أن المرأة إذا ذهبت إلى بيت أهلها لا بد وأن يرجعوا إلى الزوج مباشرة ليعرفوا حقيقة ما جرى، ولا يكتفوا بالسماع منها، فإن شهادتها وحدها مجروحة ناقصة، ولا بد وأن يسمعوا ما حدث منه فيسعوا بالإصلاح، ولا يقروها على نشوز إلا إذا كان خروجها مشروعا كما ذكرنا بالدخول للإصلاح بينها وبين زوجها للمحافظة على الاستقرار والمحافظة على مصلحة الأسرة والأبناء. والحاجة ضرورية إلى السعي في إصلاح ما قد يوهن من جدار المحبة والرحمة، بمجرد حدوثه لا يترك للتفاقم ولا يترك للمعاداة حتى تتحول الأسرة إلى نكد مستمر وقوة طاردة للزوج والأولاد والمرأة خارج البيت، الذين يبحثون عن استقرار خارج البيت هم في الحقيقة واهمون. لو استقرت البيوت لخلت المقاهي، إنما تملأ المقاهي بالليل والنهار بسبب الطرد الذي يكون في البيوت. وأنت أيها الرجل المسؤول لا تهرب من مسؤوليتك، والأولاد الذين يذهبون للعب دائما خارج البيت ولا يجدون سكينة في البيت، ثم المرأة التي تبحث عن صديقاتها ومجالسة جاراتها تترك بيتها حتى يكون خريبا، كل ذلك من أسباب ما نحن فيه من تدمير العلاقات الأسرية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.